وحيد القرن من الحيوانات البريه الضخمه من فصيله الثدييات، شديد العدوانيه وبيعيش في قاره افريقيا واسيا، بيتغذى على النباتات فقط. وزنه بيبدا من 907 كيلو وبيوصل ل 1360 كيلو جرام، وطوله بيوصل من متر ونص لمترين ونص. عمر وحيد القرن بيوصل من 35 سنه ل 50 سنه تقريبا. وتسمى انثى وحيد القرن بالبقره، وابنه يسمى بالعجل. بيتميز وحيد القرن بوجود قرن او قرنين في مقدمه راسه. حجم جسمه كبير وضخم اسطواني الشكل، يعني شبه المدرعه كده. بيغطي جسمه جلد سميك لونه رمادي او اسود او بني، وعنده حاسه شم وسمع قويه جدا. حيوان مش اجتماعي، يعني بيعيش بشكل منعزل بس في المناطق الخاصه بالقطيع. بيستخدم قرونه في القتال والدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسه. مده حمل انثى وحيد القرن 16 شهر، وبتولد مولود واحد بس. المولود بيكون جسمه متغطي بشعر احمر مايل للبني عشان يحميه من الظروف الجويه ويحافظ على درجه حراره جسمه. وحيد القرن من عوامل الجذب السياحي، ده غير ان قرونه بتستخدم في علاج بعض الامراض زي الصداع والسرطان.